الإنسان الذي يهتم يربح آخرته ويربح دنياه أيضا، الإنسان الذي لا يهتم يخسر آخرته ويخسر دنياه أيضا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. من الضروري أن الآباء، أن الأمهات يهتمون بأولادهم، ببناتهم، بإيمانهم، بأخلاقهم، حتى إن شاء الله ينفعونهم في هذه الدنيا وفي الآخرة.